أخلاقنا مقياسنا وصفاتنا عنواننا كلماتنا ألحاننا هي فننا ورقينا. الله العظيم يا رب، أنا مش عارف هو بيعمل لي كده. خلاص إن شاء الله الموضوع. إيه ده؟ أنت عبد الرحمن في إيه عوض؟ اللي انت عملته ده انا هوريك حسابه كويس. انا عملت ايه خير؟ ما خدتش يعني حكمة عندكم؟ لا ما خدتش حد. ما تكذبش يا عبد الرحمن، انا عارف ان انت خدتها. بقولك ايه، انا صاحي من الصبح كويس وكل الدنيا عدلة، ما تجيش دلوقتي تعكنن عليا. اوعى كده. الله العظيم اللي انا رايح لهم في البيت. افتحي يا زينب، افتحي. يا لهوي، ايه ده صوت عوض؟ في ايه؟ ماله ده؟ ولا صوت عبد الرحمن؟ في ايه؟ في ايه نعيمة يا حبيبتي؟ شكلك نور بنورك والله. استني بس عشان في حد بيخبط، اصبري هروح اشوف مين بسرعة. طيب افتحي يا زينب بقولك، افتحي. يا نهار مش فايق ده، روحي استخبي بسرعة، روحي روحي. يا لهوي شكله متعصب على الاخر. حاضر. عايز ايه يا عوض؟ افتحي بقولك. عايز ايه يعني؟ انا عايز حكمه، انا عارف ان عندكم ما تكذبيش. مش عندنا اكيد. انت قابلت عبد الرحمن عشان هو لسه طالع، اكيد سالته وقال لك مش عندنا، عشان هي فعلا مش عندنا. ما تكذبيش بقولك. انا مش بكذب. بتكذبي؟ عايز تصدق صدق، مش عايز ارض ربنا واسعه وروح امشي في اي حته بقى، ما تقرفناش. دخليني. طب انا هدخلك ودور انت بنفسك. طيب اقول لك ايه يا حكمة، اجري اهربي من الباب الخلفي اللي عبد الرحمن مشى منه، وهو مش هيشوفك ما تخافيش. اتفضل دور. اوعي من وشي. ارتحت شفت الثلاث ادوار وما لقيتهاش، خلاص عايز ايه تاني؟ مش ناقص غير تخش تدور في هدومنا كمان. رحتي فين يا حكمة؟ اقسم بالله لما اشوفك ما هوريك الوش التاني. هي ما عملتش حاجه، هي ذنبها ايه ان انت ما بتصرفش؟ فعلا ده انت مستبخل تجيب لهم هدوم المدرسه، انت بخيل. اتكتمي يا زينب. انت مين انت عشان تزعق لي؟ اطلع برا البيت بتاعي. يلا بقى يبقى بيتي ما دام اخوكي متجوزك. اخويا متجوزك ما يبقاش بيتك ومش مكتوب باسمك. يلا اتفضل اطلع برا، انت اخرك ايه؟ عم عيالي وخلاص. اطلع برا يا ماما بقى، ما هو ده وقت تمشي يا ماما. يا ماما فين بقى؟ انا عايز ماما. اسكت بقى يا لطفي، خلينا نفكر شويه. ماما راحت فين يا ماما بقى؟ يا ماما بقى، ما هو ده وقت تمشي يا ماما. يا ماما فين بقى؟ انا عايز ماما. اسكت بقى يا لطفي، خلينا نفكر شويه. ماما راحت فين يا ماما بقى؟ الحمد لله رجعت بسرعه. ايه يا حبايبي؟ ماما انت كنتي فين كل ده؟ يا ماما انت كنتي فين؟ قاعدين عليكي. خلاص يا لطفي ما تعيطش، الحمد لله انا رجعت بالسلامه. كنت فين يا ماما؟ كنت فين يا ماما كل الوقت ده؟ معلش يا حبيبي انا رحت لعمكم. ليه يا ماما؟ مالك؟ في ايه ومالك زعلانه ليه؟ وايه اللبس الحلو اللي انت لابساه ده؟ مش وقته يا حبيبتي، انا دلوقتي رحت عند عمكم علشان في موضوع مش لازم تعرفه. طب بابا فين؟ اوعوا تتكلموا في الموضوع ده، سامعين؟ مش عايزه اسمع سيره ابوكم دي تاني. حاضر يا ماما. في ايه يا ماما؟ يا نغير ما بنا، هيا نعيد نقاءنا، فنن سيرقى بيننا لو اخلصت نياتنا. هيا